بعد ما انتهى لقاء اليوم الأول من بطولة النخبة العربية الثانية بالتعادل بين الترجي الرياضي والرياض السعودي، حسم التعادل مرة أخرى لقاء اليوم الثاني بين الهلال السعودي والرياض السعودي. وبعدها زوز تعادلات، كيفاش باش تكون نتيجة لقاء اليوم الختامي بين الترجي الرياضي والهلال السعودي؟ والله أعتقد اليوم ما فيها تعادل، نتيجة يعني راح تحسم من الشوط الثاني إن شاء الله بنتيجة 1-0 إن شاء الله توقع الهلال إن شاء الله. نحن داخلين الفوز إن شاء الله، وكذلك أظن أن الترجي سيدخل فوز، لأن الفريقين عريقين ولا يدخلون لموضع التعادل وما تعادل. باش نعرف إن شاء الله. إذن كل واحد كان يغني وجناحه يرد عليه. الترجي يحب يثأر لنفسه من هزيمته الأخيرة ضد الهلال في البطولة العربية. هذه ريفانش على الفينال نتاع البطولة العربية، خسرنا مع الهلال. أنا واحد من الناس نحب ننتصر اليوم على الهلال. أما الهلال السعودي فكان يحب يؤكد أنه أفضل فريق عربي. لكن مرة أخرى يبان بالمكشوف أن الترجي الرياضي التونسي فريق المناسبات الكبرى، وأنه من القلائل اللي وقت الحاجة يقول لك هاني هوني. وبالفعل فرغم أن الترجي دخل مقابلته ضد الهلال السعودي بدون مهاجم معايد الحمروني، وبالرغم من غياب قائد فريقه علي بن ناجي في هالدورة. علي بن ناجي ذولي ماذا بي كنت في اللعبة اليوم؟ ماذا بي شخص؟ وبالرغم من الإصابة المبكرة اللي تلقاها طارق ثابت في هاللقاء، هذيك يلزم واحد شوية قليب على فترة أصحابي كما يقول واحد داخل مش يعاونهم، ما ينجمش يخرج لهم من الميتو الأول حتى نفسانيا يتأثروا، فهمت؟ الحمد لله يعني نزلت على روحي شوية. بالرغم من هذا الكل خرجت الترجي هو المنتصر. انتصار الترجي هو انتصار العزيمة، انتصار الخبرة، هو عودة الروح والمصالحة مع الجمهور بعد ما عرف في لقاءه مع الهلال من أين تؤكل الكتف. مانيش راضي على المردود، نتيجة طيبة 2-0 معناها ربونش على فريق ربحنا في الرياض. مانيش مقتنع بالأداء، الترجي نجم يلعب خير، برشا هفوات معناها متاع طيش لأكثر الأقل. باهي السجل الترجي، باهي لحباء الترجي نكسر. الترجي وبعد سيطرة نسبية في الشوط الأول عرف طريق الشباك، ومرة أخرى كان حسن الجابسي حاضر باش يتوج مجهودات الترجي. مجهود فردي من مروان البكري يخرج به سامي العروسي كجناح أيسر اللي وزع في مستوى القائم الأول، وحسن الجابسي ينقض على الكرة ويسجل الهدف الأول. الهدف هذا فاش خليك تفكر؟ يطحن البكر في البطولة، لأن هدف مقابل صفر، حتى هدف كان أصعب نجد حظ وهما سجلوا هدف، لا تذكر نفس الشيء نربح الدورة. فما شيء تغيير في الشوط الثاني؟ هذا ضرر فما تغيير في الشوط الثاني. تراجع الترجي الرياضي التونسي إلى الوراء وكأنه حب يحافظ على التفوق متاعه. الهلال السعودي استغل الفرصة ونسج عدة هجومات جابت في بعض الأحيان الخطر، لكن الحارس شكري الواعر كان ديما موجود. والربع ساعة الأخيرة شهدت استفاقة حاسمة للترجيين اللي تعدت محاولاتهم وأثمرت هدف ثاني نسج خيوطه سامي العروسي اللي مرر الكرة لحسان الجابسي. حسان بدوره يمهد لثابت اللي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. أمر البطولة تحسم رغم أن المقابلة مازال في عمرها 7 دقائق. أوقات الأخرى أوقات حرجة. فوز 2 تعادل 2-2 ترجعنا، لكن يلزمنا ننتظر بعد بين مقابل ثابت. كنت انتظر في هدفين لصفر. بصراحة شفت الهلال المستوى نتاعه بالنسبة للرياضة نقص. واليوم البداية قلت ربي معناتها أكشفت. كي تبدا الملاعبيه تحب تلعب وفما روح جديده فما حتى مشكل، معناتها قلت ربي من هنا القدام روح جديده وباش نرجعوا لك لايامات الكوب دافريك وان شاء الله ديما هكا ديما عن كوبات وديما. حمروني ما شاركش لكن الترجي تنتصر، ايش يقول حمروني؟ هذاك المهم ان شاء الله ما خير. لو كان شارك الحمروني كانت تكون المقابله افضل؟ كما تنجم تكون الحمد لله توا الصحاب يعني قدموا المطلوب منهم وان شاء الله ما خير. اول تتويج فرحان ياسر وان شاء الله العب ديما يكون يطمح لاكثر من هكا، فهمت؟ وان شاء الله من حسن الى احسن. احنا كسعوديين وكعرب نقول مبروك الترجي فوز، واتمنى لهم ان شاء الله مزاد من التطور في كره القدم العربيه. الترجي اول فريق تونسي يضم بطولتين عربيتين من نوع خاص. صحيح، وهذا معناها ان شاء الله العاقبه لكل الفرق التونسيه المترشحه معناها كما الترجي باش تلعب مباريات من نوع هذايا. وفي النهايه لابد من الاشاره الى ان الترجي الرياضي لم واللي ثم وكان بطل النخبه العربيه بالجمله.
فبالإضافة إلى هذا اللقب العربي الجديد اللي ينفرد الترجي الرياضي التونسي بالفوز به، يتحصل حسان الجابسي على كأس أحسن لاعب في الدورة وأحسن هدف. هذا معنا شرف لينا وشرف للترجي وشرف الكرة التونسية، والحمد لله كل فضل العمل وفضل الخدمة تاع سي فوزي وفضل المجهودات الكل. فهمت كيف؟ كان مش حسان الجابسي أحسن لاعب، شكون كنت ترشح أحسن لاعب؟ اليوم سامي الزمالك باش عليك لعب كده، سامي الزمالك لعب كده بكده. وشكر الواعر على أفضل حارس في الدورة. الحمد لله اللي كنت مشارك في أحلى أيامات الترجي الرياضي التونسي، أحلى تتويجات الترجي الرياضي التونسي، تتويج مضاعف، يعني شرف لي أنا شرف للترجي الرياضي التونسي، يعني الترجي الرياضي التونسي إن شاء الله إن شاء الله نزيد ونحسن أكثر من هكا، وإن شاء الله نزيد مع تنوصل في تتويجاتنا. لو كان مكان شكر الواعر أحسن حارس شكون كنت ترشح؟ دعاية أثبت برشا منه. وحتى جمهور الترجي خذا بايو في التتويج وكان بذلك أكثر من جدير. أما جائزة اللعب النظيف فكانت من نصيب الرياض السعودي اللي أحرز كذلك على الميدالية الفضية، أما الهلال السعودي فإنه اكتفى بالمركز الثالث وكانت من نصيبه الميدالية البرونزية.